من أسوم هننتقل مباشرة لنافذتنا على الولايات. الليلة هنقيف على ولاية الجزيرة، محلية شرق الجزيرة، قرية البويضاء، للحديث حول الأوضاع الصحية والمعيشية، وكمان حركة السوق والشارع والاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. سعيدين جدا يكون معنا عبر الهاتف مهندس أبو بكر علي. صباح الخير وصباح السعادة عليك. وعليكم السلام ورحمة الله، صباح النور عليك تسنيم، وصباح الخير على كل مشاهدي سودانية 24. صباحاتك نور وخير إن شاء الله. أول حاجة إحنا عايزين لك تعرفنا أكثر على قرية البويضاء بصورة أشمل. طيب، قرية البويضاء واحدة من قرى مشروع مصنع سكر الجنير. قرية تأسست من بداية القرن 19، فبتتمتع بالعديد من المراكز الصحية والأندية الرياضية والمراكز التعليمية وغيره. أغلب السكان في المنطقة بيعتمدوا بصورة أساسية على الزراعة وعلى العمل كموظفين وعمال في مصنع سكر الجنيد. أها، شنو طيب أبرز المعالم اللي ممكن إحنا نشوفها في القرية أول ما نوصل؟ أول ما أنت تجي داخل من مدخل القرية بلاقيك على يدك الشمال مشروع قصب السكر، وهو مشروع مزروع بواسطة الأهالي. يعد المشروع الأول في مشاريع السكر في السودان، ومصنع سكر الجنيد يعتبر شيخ المصانع. على يدك الشمال طوالي بيظهر لك المصنع بتاع السكر، فمنطقة صناعية زراعية. تمام. ايوه. اوكي، يعني احنا عايزين نطمئن. طبعا احنا بنعرف كلنا جائحة كورونا في السودان، فعايزينك برضو تطمئن على الاوضاع الصحية حاليا داخل القرية. والله حاليا الوضع داخل القرية يعني يكون شبه عادي، ما في حد الان الحمد لله تسجيل اصابات في المنطقة، لكن الناس متحركة عادي، ما في حاجة، بس يعني داخل المنطقة ما في خروج للخارج، نادر تلقى زول طالع برا المنطقة. حلو، الحمد لله. طيب ان شاء الله ربنا يمتعكم دائما بالصحة والعافية. مهندس ابو بكر، احنا عايزين نعرف عقرضوا الاوضاع المعيشية واسعار المواد الاستهلاكية، وانت ذكرت حاجة مهمة، قلت مجموعة من الاهالي هم بيعتمدوا على الزراعة، فكده كلمني اكثر عن اسعار المواد الاستهلاكية والاوضاع المعيشية عموما. والله بالرغم من انه الناس بتعتمد على الزراعة وكده، وانه المصنع هو جنب القرية، لكن نفسي الأسعار بتاعت السكر اللي بتباع بها في مثلا في الولايات، نفس المنطقة هنا، حتى إنه ما فيه ترحيل لكن نفس سعر البيع. بالنسبة للرغيف والخبز في مشكلة طاحنة جدا، يعني إنه بيتباع الرغيف أغلب البيع سوق أسود، 3 رغيفات ب10 جنيه، وحجمه صغير جدا، يعني ما بيصلوا للحجم المطلوب أصلا، حجم الوزن الصغير 75 جرام. الخبز المدعوم لما نيجي دقيق مدعوم بيتباع 5 رغيفات فقط، ما بيتباع 10 المفروض يكون يتباع. ده غير ارتفاع مهول في كل اسعار المواد الغذائيه، يعني الليلة ممكن تمشي تشتري حاجه، بعد ساعتين تمشي الدكان بتلقى في السعر بتاعها. فالحته دي محتاجه لانه الناس تنتبه لانه المفروض تضبط الاسعار وتضبط الاسواق بتاعها. صح. طيب يعني الحمد لله ان الاعياد على العيد على الابواب، وعايزين نعرف معاك استعدادات الاهالي، خصوصا انه في قريه البويضاء معروف انه الناس كلها بيت واحد واسره واحده، والتفاصيل حقت القرب والمحنه دي، يعني عايزينك بس تعكس علينا على صباحاتنا السودانيه. فعلا في الفتره دي كل الناس بتبدا تتكاتف مع بعض، وبيبحثوا عن الناس المحتاجين والارامل وكذا، فمع بعض كلهم بيجمعوا قروش من بعض، بيحاولوا انهم يجيبوا اضاحي للاسر المتعففه، يعني يحاولوا انهم مع بعض يعملوا حملات بتاعت نظافه في المنطقه وفي الحي عشان يستقبلوا العيد وكده. انا عايز اديك مساحه اخيره لو حابب تقول فيها اي حاجه مهندس ابو بكر علي. والله حابب اقول انه نحن المفروض نبدا كلنا بالتغيير من نفسنا، في انه نساعد الحكومه بتاعتنا في انها تمشي لقدام، ما نحن نتكلم ونقول المفروض الحكومة تعمل المفروض الحكومة تعمل، لو نحن بدينا بنفسنا وبطلنا اننا نشتري الحاجات السوق الاسود وخلينا هنا بارد وبقينا نشتري الحاجات المدعومة بتاعتنا كده حنتقدم لقدام، لكن طالما نحن نشتري حاجة سوق اسود فاصلا السوق ده ما حينتهي ولا حتتعدم الظاهرة بتاعت السوق الاسود. أتمنى من كل المواطنين انهم يحاولوا يتجنبوا انهم يشتروا الحاجات السوق الاسود. شكرا جزيلا مهندس ابو بكر علي، كنت معنا في حديث عن قريه البويضاء، وطمأنينا كمان على الاوضاع الصحيه والمعيشيه وحركه السوق والاستعدادات للعيد. شكرا جزيلا، بتمنى لك دوام الصحه والعافيه لك ولكل اهالي القريه. شكرا. شكرا جزيلا.